في المورق هو بالنسبه لي ثاني تجربه اللي شاركتها مع واحد مجموعه من الفنانين اللي اشتغلوا معايا، لا عبد المسنوي ولا عبد الحق بالمجاهد ولا الفنان القدير ديالنا السي عبد العظيم الشناوي. في المورق اللي كان هاجس ديال واحد الشخصيه اللي تيوقع في واحد الخطا اداري، واللي من بعد واحد 20 سنه ديال العمل وديال الاشتغال بالتفاني وبحب، ان ما رحمته لا الاداره ولا القانون في خطا بسيط انه ولات حياته مهدده. فماشي سهل ان الحياه ديال الانسان بعد واحد العمر وبعد واحد الاجتهاد والعمل والكد والتفاني اكثر، يعني ان يوقع خطا بسيط انه ممكن انه يؤدي بك الهويه، وان ممكن ما يرحمك حتى شي واحد وما تيعترفوش، ما كاينش اعتراف يعني بالمجهودات اللي قمتي بها، وهذه لان وحتى الخطا غير مقصود. فهنا كانت الحاله القويه ديال الشخصيه ديال عبدون اللي كانت مؤثره عند الناس واللي تجاوبوا معها في هذا الجانب النفسي، في هذا الجانب النفسي. فهذا شيء اللي الحمد لله لقى اقبال عند الناس والجمهور وعشاق السينما، خاصه اننا الان في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة في دورته العشرين، وهذا المجهود أدناه التوج من خلال لجنة الانتقاء اللي اخترت الفيلم باش يدوز في المسابقة الرسمية، وهذا هو في حد ذاته تتويج. فتتويج ديال العمل وديال الفيلم وديال الفريق ككل، الفريق الفني والتقني كامل، وهذا هو أهم شيء، هو هذه المشاركة اللي تمت في المهرجان. والمهرجان مكسب للتواصل ولتبادل الأعمال الإبداعية، أننا نشوف أعمال بعضياتنا. فالحمد لله أن الفيلم لقى صدى طيب. فكذلك الفيلم ديال سقساطة اللي هو تم الاختيار ديالو من نفس الشركة، شركة آدم للإنتاج الفني، وهذا تتويج الشركة ديال آدم للإنتاج الفني، وكذلك تتويج الفريق الفني والتقني ككل، أن يتوجوا جوج ديال الأعمال. فهذا ماشي سهل، لا وكذلك لأن الشركة عندها دي ريفيرونس، لأن فات لها أن حضات بمجموعة من الجوائز، سواء في الفيلم بلاستيك، سواء في فيلم تلفزيوني آخر رومانسيين اللي حضر بثلاثة الجوائز، الجائزة الكبرى وجائزة الإخراج وجائزة السيناريو، كذلك فيلم قلق اللي خد أربعة جوائز في القاهرة. فالحمد لله أن الشركة عندها واحد الباكغراوند على مستوى الأعمال، وأنها دائما تحاول تعطي أعمال جادة وجيدة، وكذلك تتحاول تختار. فالفيلم ديال سفسطاء او صوفيزما للفنان المقتدر عبد المسنوي، ان لما طرح عليا السيناريو ولما طرح عليا الفكره أنا عجبتني، وخاصه عن قصه ديال الكاتب الكبير ديالنا فؤاد العروي اللي حضر بمجموعه من الجوائز الكونكور. فكذلك تخدات تكتب السيناريو دابقي القصه ديال ربع ساعه للفلسفه. فانا بالنسبه لي تنحيي فؤاد العروي بعداك على المجهودات ديالو ككاتب، وككاتب كبير عندنا في المغرب وخارج المغرب، اللي تمثل المغرب احسن تمثيل، وحتى بمجموعه من الجوائز. وكذلك اللي جاب لي السيناريو السي عبدو، ان ترتني الفكره وترتني الاشتغال ديالو، كيفاش اشتغل على العمل وعلى الشخصيات وعلى السيناريو بواحد الدقه. فا اوتوماتيكيا قلت لي جو سوي بارتون معاك، ما يمكنش لي نتردد. وفعلا هانتوما شفتوا المجهود، ان كان مجهود
إبداعي رائع واللي حظى بإقبال عشاق السينما وكذلك حتى في المناقشة كانت إيجابية وعطاو الفيلم والإبداع ديالو عطاوه ما يستحق. فهنيئا لنا كذلك بالفيلم ديال سبسطة سوفيزما للفنان قدير عبد المسناوي، وتتمنى أن الأفلام أنها تنال حظها من طرف عشاق السينما ويتشافوا أكثر، وهذا هو أهم شيء، خاصة أن تيما ديال الفلسفة ماشي سهل، لأن تتسائل تطرح مجموعة من التساؤلات فكرية عميقة، خاصة أنك تطرح تساؤلات على مستوى المجتمع، على مستوى النظام، على مستوى مجموعة من الأشياء اللي تتقيسها. فالتعليم شيء مهم في المجتمعات، المجتمعات الراقية أو المجتمعات ديال التيغ موند، ولكن التعليم هو الأساس، هو الأساس. وخلال هذا الفيلم أن تتير تيمة ديال التعليم، ديال التعليم ديال خاصة في موضوع اللي تيخص الفلسفة، والفلسفة ما جاش غير اعتباطيا أنها ترها فؤاد العروي، ترها لأن عندها التأثير ديالها على الطلبة، التأثير ديالها الفكري العميق، واللي تخلي أن الشباب أنه في واحد الفترة من الفترات اللي تدرسوا الفلسفة تيولي عندهم تساؤلات، وتيولي عندهم تساؤلات على المستوى الشخصي، على المستوى الإنساني، على المستوى المجتمعي، على المستوى الديني، على مستوى مجموعة من المستويات. فهذا ماشي سهل. فنتمنى أن الأفلام سواء ورق أو سوفيزما أنهم يلقوا إقبال من عشاق السينما، وهذا هو الهدف، ونتمنى نكونوا ادينا الرساله كما يجب. استاذ رجاي، ما كتلقاو نفسكم كممثل كمسرحي ولا كمخرج؟ فانا في الاصل ممثل، في الاصل ممثل، اشتغلت مجموعه من الاعمال وكمخرج كذلك في على مستوى المسرح، فكذلك على مستوى السينما انا درت افلام في على مستوى السينما كذلك. ف المبدع ما تيحددش راسو في واحد الاخر، ممكن ان انسان يختص مثلا غير في واحد الشق المهني، فهذا مزيان حتى هو، ماشي انه ممكن، ولكن ممكن اللي كانت عنده افاق وعنده واحد الطاقه اللي ممكن انه يشتغل على مجموعه ديال لي روجيستر مثلا كمخرج ولا كمنتج ولا ككاتب، علاش لا؟ علاش غادي تقمعه وتقول لي لا خصك تبقى ممثل، تبقى ممثل ما تغير شنو؟ بالعكس، هذا الانسان تيتطور بطبعه، فهذا قيمة مضافة وتتطور بطبعه. فهذا شيء اللي أنا دائما حتى تاني مجموعة من المواضيع وتنبغي نطرحها بطريقتي ومن زاويتي، فهذا شيء اللي مرة تنخرج هذا الحنين ديال الإخراج، وتنحاول أنني نثير بعض الأفكار أو بعض المواضيع أو بعض القضايا اللي ممكن أنها تفيد المجتمع ديالنا والمجتمعات الإنسانية ككل. فهذا هو، وحاليا على مستوى الأعمال ديالي حاليا كاين مسرحية ديال الطفل اللي هي تحت عنوان الباباوان، واللي غادا تعرض في المسرح الوطني محمد الخامس يوم الأحد 10 مارس على الساعة 10:30. فمرحبا بالأطفال ديالنا واللي تنحبوهم بزاف، وهذا شيء مهم أن المبدع والمبدعين يهتموا بواحد الأعمال الخاصة بالطفل، خاصة أننا تنعطيهم واحد جوج شخصيات اللي مركزين في الذاكرة المغربية، بابا عاشور وبابا نويل، وتنقول لهم راه رغم اختلاف الثقافات والديانات راه المسعى واحد هو التعايش والسلام. وكذلك كاين مسرحية أخرى ديال الفنان ديالنا القدير اللي وفاته المنية مؤخرا، الفنان الكبير سي عزيز موهوب،
الله يسكنه فسيح جناتي والله يرزق ذويه وأهله الصبر والسلوان، لأن هو الكاتب ديال هذه المسرحية اللي سميتها فكاين وحلتها، وهي من إخراجي ومن تشخيص مجموعة من الفنانين اللي غادا تكون يوم 14 مارس بالمسرح الوطني محمد الخامس على الساعة 8 ليلا بمناسبة اليوم العالمي للمسرح. فتنقول للجمهور المغربي مرحبا بكم في هذه العروض المسرحية، ولنا لقاءات أخرى إن شاء الله مسرحية وسينمائية وتلفزيونية.